اسمي أثناسيوس، كنت البابا رقم 20 لكنيسة الإسكندرية، معنى اسمي في اللغة اليونانية غير المائد أو الخالد. اتولدت سنة 296 من أبوين وثنيين، ولما كان عندي 12 سنة كنت بمثل أنا وأصحابي عند البحر، كنت عامل دور أسقف وبعمد أصحابي في المية بالتخطيط، وكان قداسة البابا ألكسندروس بيتفرج علينا، ففرح جدا واتنبأ ليا إني هكون أسقف. ولما مات أبويا أخدتني أمي ورحنا لقداسة البابا ألكسندروس عشان نتعلم منه أصول المسيحية، فعمدنا وبعدها رحنا فرقنا كل فلوسنا عن المساكين، وعشنا عند قداسة البابا فترة اتلمست فيها على إيديه، وكمان اتلمست على إيد الأنبا أنطونيوس في الصحراء حوالي 3 سنين، وعشت فترة قراهة كتبت خلالها كتابين هما بطلان الأوثان ووحدانية الله. كمان اتلمست في مدرسة الإسكندرية على إيد معلميها الكبار، اتعلمت الخطابة والبلاغة والفلسفة والأدب، كنت أعكف على الصلاة دائما مع قراءة الكتب المقدسة وكتب الآباء القديسين، وقبل ما يبقى سني 20 سنة كتبت كتاب تجسد الكلمة ورسالة إلى الوثنيين، وفي سنة 319 رسمني قداسة البابا ألكسندروس شماس وأخدني معاه المجمع المسكوني في نيقيا سنة 325 للتصدي ومناقشة بدعة أريوس، وكان حاضر وقتها 318 أسقف من كل أنحاء المسكونة. وقتها كانت إرادة إلهنا إن يرشدني بروح القدوس لمواجهة بدعة أريوس وإثبات خطأ هذا المعتقد بالآيات الكتابية، فثار أريوس معترضا على مواجهتي له لأني شماس صغير وهو كاهن. وقتها وضع قداسة البابا ألكسندروس يده عليا ورسمني كاهنا لتبطل حجة أريوس، وبعد نياحة قداسة البابا ألكسندروس أحضرني مجموعة من الشعب للأساقفة لرسامتي بطريرك خلفا له كما أوصاهم قداسة البابا قبل نياحته، ولأني أشعر بعدم استحقاقي لهذا المنصب وهذه المسؤولية اختبأت حتى عثروا علي، وتمت رسامتي بطريرك لقرص الإسكندرية سنة 328 ميلادية. بعدها رسمت الأنبا سلامة مطران لأثيوبيا واستقرت أحوالهم بعد أن تبعوا الكرازة المرقسية. كمان شاركت في تدشين كنيسة القيامة في القدس وواجهت أعداء الإيمان أمثال أريوس وتلاميذه وأتباعه من بعده الذين استغلوا نفوذهم لدى الإمبراطور ويوسابيوس النكوميلي اللي كان صديق لأريوس. كمان الوثنيين اللي لقوا التفكير الأريوسي متوافق مع منطق فلسفتهم واليهود اللي ساندوا أريوس لأن إيمانهم مشترك ضد لاهوت المسيح، فتم اضطهادي كثيرا من أجل الحفاظ على الإيمان المستقيم، وتم نفيي 5 مرات في أماكن مختلفة زي تريف وروما وبرية وطيبة، وقيل لي ذات يوم ماذا تفعل يا أثناسيوس وقد صار العالم كله ضدك؟ فأجبت وقلت وأنا قد صرت بنعمة المسيح ضد العالم. نيحت في الرب سنة 373 ميلادية وكان عمري وقتها 77 سنة، منهم 45 سنة بطريرك وخاتم كنيسة الإسكندرية. المرة الجاية هنتكلم عن كل اللي حصل في مجمع نيقيا. سلام المسيح مع الجميع.